الخير. الأبحاث العلمية تخطط حدود العقل والمنطق. العلماء بأستراليا مثلا اكتشفوا أنه 70% من الغازات الملوثة ناتجة عن قطاع الزراعة سببها الخواريف. فالخروف بعد ما يأكل وأثناء التنفس والهضم بيطلع العديد من الغازات المضرة كتير بالبيئة. كرمال هيك العلماء عم بيجربوا يجمعوا الأغنام بعد ما يأكلوا بأماكن مغلقة تيعرفوا قدي كمية هالغازات يلي عم بيطلع. وبالإضافة عم بيحاولوا يكتشفوا قدي هالموضوع له علاقة بالتركيب الجيني للأغنام تلاقوا الحلول المناسبة. يعني عيش كتير بتشوف كتير.